يعود أصل العنب إلى قارة آسيا، وذلك حسب ما تثبته الأبحاث العلمية والأحافير المكتشفة في بعض الكهوف. فقد تم العثور على بعض بذور العنب والأواني الفخارية المكتشفة في جورجيا، والتي كانت تستخدم لحفظ عصير العنب، والتي يعود تاريخها إلى 5000 عام قبل التاريخ، ومن ثم انتشرت إلى الجنوب. ويرجح بعض العلماء أن ثمار العنب كانت مع الإنسان منذ العصر الحجري، أي ما يزيد عن 6000 عام قبل الميلاد. أما في مناطق بلاد الشام وما حولها، فقد كان للعنب سمعته الطيبة، خاصة لدى الحضارة المصرية القديمة والإغريقية، كما وجدت بعض النقوش والرسومات الموجودة على جدران المعابد في سوريا واليونان، والتي يعود تاريخها إلى 3000 عام قبل التاريخ. كما تعددت طرق استخدام العنب خلال العصر الروماني، وانتشر من خلالها إلى بقية أوروبا ليشمل فرنسا وألمانيا وغيرها. أما في القرن 17، جلب المستوطنون الإسبان بذور العنب إلى أمريكا، وقاموا بزراعته في أمريكا الشمالية نظراً للمناخ المعتدل هناك. يتميز العنب بألوانه وأصنافه المتعددة، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلة الهضم، حيث يتركز سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل كبير. كما ويتميز العنب باحتوائه على مجموعة غنية من الفيتامينات كفيتامين جيم وباء، ويحتوي على نسبة جيدة من الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم، الذي يفيد في نقل النبضات العصبية والمسؤول عن عمل العضلات وانقباضها بشكل ملائم. كما يحتوي على الكالسيوم والصوديوم، اللذان يساعدان على توازن الأحماض في الجسم، ويؤدي نقصانهما إلى فقدان الشهية. كما ويحتوي العنب على مواد ذات خصائص علاجية، وتتميز هذه المواد بتأثيرها الإيجابي في الحد من تصلب الشرايين، حيث إن لها تأثيراً مباشراً وملحوظاً في تقليل نسبة الكوليسترول، مما تقلل الإصابة بأمراض القلب والدم، وخصوصاً الكوليسترول. كما ويوجد في العنب بعض الأحماض التي لها دور فعال في الوقاية من الأمراض الخبيثة، لذلك فهو يعتبر مضاداً جيداً للسرطان. أكدت إحدى الدراسات العلمية في فرنسا أن العنب يحافظ على الأوعية الدموية من التلف، ويخفض من نشاط الأنجيوتنسين، وهو الهرمون الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية التي من شأنها أن ترفع ضغط الدم. فبالرغم من شغف الفرنسيين بتناول اللحوم والدهون، إلا أن شغفهم بالعنب يقيهم من أخطار الإصابة بأمراض القلب المتعددة، كما أن العنب يحتوي على معادن هامة تساهم في عملية زيادة هرمون الإستروجين في الدم خاصة لدى الإناث، وهو بالتالي يحافظ على الكالسيوم الذي يعتبر الوحدة الأساسية لبناء العظام والمحافظة عليها، ويتحكم بالهرمونات بشكل مباشر في هذه العملية، مما يقينا بشكل رئيسي من مرض هشاشة العظام الذي يصاب به عادة كبار السن. كما أن عصير العنب يمنع حدوث الإمساك، ويعادل الحموضة الناتجة عن عسر الهضم، ويساهم بشكل جيد في عملية تصفية الدم وتنقيته من السموم. يذهب 80% من معظم الإنتاج العالمي للعنب في صناعة العصير، بينما يسوق ما نسبته 13% للاستهلاك الطازج والباقي للتجفيف والتعليب. ويحتكر العنب الأوروبي ما نسبته 90% من أجود أنواع العنب الموجود في العالم. تحتل إيطاليا المرتبة الأولى في زراعة وإنتاج العنب، حيث يصل معدل إنتاجها السنوي نحو 8,500,000 طن سنوياً، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية، وتصل نسبة إنتاجها قرابة 6,700,000 طن سنوياً، بينما تنتج أمريكا نحو 6,400,000 طن سنوياً، أما فرنسا وإسبانيا فتنتجان قرابة 6,000,000 طن سنوياً.
الفراولة أو كما تسمى بفاكهة الرشاقة تعد غذاءً جيداً للحفاظ على أجسادنا، فمقدار 100 جرام منها توفر لنا 30 وحدة حرارية. يعود موطنها الأصلي إلى البيرو والتشيلي، وقد تداولتها الحضارات القديمة في الأمريكيتين منذ أكثر من 2200 عام، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا في وقت متأخر خلال القرن الرابع عشر، ولاقت حينها رواجاً كبيراً في أوروبا، حتى إنها كانت تباع لدى الباعة المتجولين على الطرقات، ومن ثم انتشرت زراعة الفراولة بهدف التجارة خلال القرن السابع عشر. بعد ذلك انتقل الاهتمام بزراعتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الثامن عشر لتصبح من أهم المحاصيل الزراعية فيها. قال بعض خبراء التغذية: إذا أردت إنقاص وزنك فاملأ ثلاجتك بالفواكه، لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل ولا تحتوي على الدهون الغنية بالألياف كتلك الموجودة في اللحوم، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة. وتتميز الفراولة بوجود نسبة عالية من فيتامين جيم، وهذا الفيتامين يعد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا والأنسجة وسلامة القلب، ويساعد أيضاً على التئام الجروح. ويحتوي كل 100 جرام من الفراولة على 91% من الماء، كما أنه يحتوي على البروتين، هذا بالإضافة إلى احتوائها على 30 وحدة حرارية فقط، لذا فهي تعتبر غذاءً جيداً للرجيم. ويساعد حامض الفوليك الموجود في الفراولة على انقسام الخلايا ويحافظ على النمو الطبيعي للجنين خلال فترة الحمل، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، وهو أحد مكونات الهيموغلوبين في الدم وأحد العوامل الرئيسية في عملية نقل الأكسجين إلى الجسم والتي تساعد في إطلاق الطاقة، كما أنها تحتوي على المعادن الهامة مثل الزنك الضروري لصحة الجلد والشعر والمناعة والخصوبة، والمغنيسيوم الضروري لنقل الإشارات العصبية. تحتوي الفراولة أيضاً على أملاح الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كما أنها غنية بمادة الإسكوربيك، وتحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح، وهي غنية بالكربوهيدرات كسكر الفواكه مثل الجليكوز والفريكتوز، والتي يمكن تناولها طازجة للذين يعانون من مرض السكري، كما تعد مصدراً جيداً لفيتامين ألف وفيتامين هاء، وهي غنية بالنياسين B3، كما أن الفراولة غذاء جيد للصغار والكبار على حد سواء، وذلك لاحتوائها على نسبة جيدة من الأحماض الأمينية، فهي تشكل مادة البناء الرئيسية للأجسام المضادة لمكافحة غزو البكتيريا والفيروسات، وهي عامل رئيسي لبناء البروتين، كما أن أوراق الفراولة وجذورها تستخدم في علاج السل الرئوي والتهابات القولون وتخفيف نوبات الربو وتنقي الدم. وتحتوي الأوراق على مواد مؤكسدة تساعد على الوقاية من الأمراض وخاصة السرطان، بالإضافة إلى فلافونيدات وزيوت طيارة تستعمل كقابض للبطن ومدر للبول. تتميز الفراولة بطرق استهلاك متعددة، فهي تدخل في تصنيع العديد من العصائر والمثلجات والحلوى ومنتجات الألبان، وربما يصل استهلاك الفرد سنوياً من الفراولة ما يزيد عن كيلوغرام ونصف، تتوزع بين تناولها طازجة أو مصنعة. أما عن الإنتاج فقد بلغ الإنتاج العالمي من الفراولة نحو 4 ملايين طن سنوياً. تحتل أمريكا المرتبة الأولى في إنتاج وتصنيع الفراولة، حيث إنها تنتج أكثر من ربع الإنتاج العالمي السنوي، وقد بلغ نحو 1,140,000 طن سنوياً. أما في المركز الثاني عالمياً، فتنتج تركيا نحو 260,000 طن سنوياً، بينما تقل النسبة في مصر إلى 200,000 طن سنوياً، وهي في المركز الثالث عالمياً. أما إيطاليا فتنتج 155,000 طن سنوياً.
يرجع تاريخ زراعة الإيجاص في المناخات المعتدلة الباردة إلى أبعد العصور القديمة، وهناك أدلة تشير إلى استخدامه كغذاء منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد تم العثور على آثار كثيرة منها في مساكن قريبة من البحيرة السويسرية، كما أنه من الثمار التي زرعت في الحضارة الرومانية القديمة. وذكرت إحدى وصفات الإيجاص بالعسل في كتاب تاريخ الطبيعة للفيلسوف الروماني بلين الأكبر، ومن ثم انتشرت زراعة الإيجاص على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وهي تشكل جزءاً من الغطاء النباتي الطبيعي في غابات إنجلترا، كما أنها من العصائر المحببة في فرنسا. أما في مناطق شرق آسيا فيذكر أن زراعة الإيجاص في الصين بدأت منذ 3000 عام تقريباً في سفوح جبال تيان شان، سلسلة جبال آسيا الوسطى، وانتشرت في الشمال والجنوب على طول السلاسل الجبلية. يستعمل الإيجاص في نظام الأكل الخاص بإنقاص الوزن، فهو يبطئ من حركة الأمعاء، وبذلك تبقى الوجبة وقتاً أطول في المعدة، وبسبب ذلك فهو يباعد بين وجبات الطعام المتتالية، كما أن له تأثيراً جيداً في العوامل النفسية، فهو مهدئ فعال، ويستعمل مع المعالجات الخاصة بالأمراض النفسية كالتوتر والفصام والقلق والإحباط وغيرها، كما أنه يروي العطش ويمنع الغثيان والقيء، ويعالج أمراض الأمعاء الغليظة كالتهاب القولون، وينشط المعدة ويمنع انقباضها، ويساعد في إدرار البول، ويفتت الحصى والرمل في الكلى، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يطرد السموم من الجسم، ويعالج أمراض خفقان القلب وسرعته، كما أنه منشط للكبد ويدر إفراز الصفراء من المرارة، ويساعد الإيجاص على التئام الجروح الموضعية خاصة بعد إجراء العمليات الجراحية. الإيجاص غني بالبكتين والألياف التي تخفض الكوليسترول وتحسن الشعر وتناعمه وتجعل الوجه نضراً، ويحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين، كما أن الإيجاص مفيد في علاج التهاب الأغشية المخاطية واضطرابات المرارة المزمن والتهاب المفاصل والنقرس، ويفيد أيضاً في خفض ارتفاع ضغط الدم والسيطرة على مستوى الدهون في الدم وزيادة الحموضة في البول، كما أنه خافض للحرارة وفاتح للشهية، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين جيم ومجموعة فيتامين باء، كما أنه يحتوي على نسبة لا بأس بها من الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. بلغ الإنتاج العالمي من محصول الإيجاص ما يزيد عن 19 مليون طن سنوياً. تنتج الصين وحدها ما يزيد عن 60% من الإنتاج العالمي، فقد بلغ إنتاجها قرابة 13 مليوناً و600 ألف طن سنوياً، بينما تقل نسبة إنتاج الإيجاص كثيراً في بقية الدول، فقد بلغ إنتاجه في كل من أمريكا وإيطاليا 780 ألف طن سنوياً، وفي المركز الرابع تنتج إسبانيا نحو 550 ألف طن سنوياً. قد يذهلك شكل ثمرة الكيوانو هذه، كيف لا؟ فقد تم كشف النقاب عنها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بعد 1000 للميلاد، فهي تعتبر حديثة الولادة خارج موطنها الأصلي جنوب أفريقيا، لكنها في الحقيقة تعرف في أفريقيا الجنوبية منذ 3000 عام، انتشرت زراعتها حديثاً في وقت وجيز.
فقد نجحت بعض مشاريع الإنتاج الصغيرة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وأستراليا. تنتمي الكيوانو إلى نفس عائلة البطيخ والخيار، تحتوي على العديد من البذور التي تغلفها مادة جيلاتينية خضراء. رغم أنها لا تمتاز بطعم مميز، لكنها تحتوي على طائفة واسعة من الأملاح المعدنية والفيتامينات، تجعل من تذوقها غذاءً يعود بالصحة والفائدة الجسدية، كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الماء تصل إلى 88% من وزن الثمرة. تعد ثمرة الكيوانو قراراً صائباً باتخاذها ضمن لائحة الأغذية المتبعة للحمية الغذائية، فهي تخلو من أي نسبة دهون تذكر، كما أن محتوياتها من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية منخفضة، بالإضافة إلى أنها تملأ الجوف وتسد الرغبة في الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن والدهون. وهي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين جيم، وقد بيّنت الدراسات المخبرية أن مقدار 100 جرام منها توفر ما يعادل 40% من حاجة الجسم يومياً، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يلعب دوراً هاماً في تكوين أنسجة الجلد وترميمها، ويقلل من التسبب بأعراض الشيخوخة المبكرة. وقد بيّنت الأبحاث الأخرى أن بذورها تحتوي على حمض اللينوليك والأوليك، ويساعد كل منهما في خفض مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. تحتوي أيضاً على فيتامين ها الذي يحد من خطر الإصابة بمرض الرعاش ومرض الزهايمر، كما أنه يحافظ على سلامة الأداء الوظيفي للعضلات والأعصاب، وهو أيضاً مضاد للأكسدة ويقي من التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية. تحتوي ثمرة الكيوانو أيضاً على 6 أحماض مختلفة من فيتامين باء، أكثرها نسبة هو البيرودكسين، ثم النياسين والبانتوثانيك والثيامين، وأقلها الرايبوفلافين وحمض الفوليك. كما أن أملاح المغنيسيوم تتوفر بكميات جيدة في الكيوانو، والتي لها دور أساسي في إرسال الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب، ويساهم في حركة أعضاء الجسم على نحو طبيعي، وكذلك في بناء الهيكل العظمي. ويحتوي أيضاً على نسبة مرتفعة من الحديد، الذي تكمن أهميته في نقل الأكسجين من خلال الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء، ويمنع الإصابة بفقر الدم، ويشكل كلاً من الفوسفور والزنك عنصرين هامين في الكيوانو، فالزنك هام في تكوين البروتين والعديد من الأنزيمات، ويدخل في تركيب الأنسولين المسؤول عن أداء حاسة الشم، أما الفوسفور فهو يدخل في تركيب جميع خلايا الجسم وتكوين الأحماض النووية فيها، كما أنه يساعد في تثبيت الكلس في العظام، ويدخل في تكوين جزيئات الطاقة وانطلاقها حسب الحاجة إليها.